بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذا هو الدرس الثالث من دروس النحو في شرح متن الشبراوية في النحو، وموضوع هذا الدرس هو الباب الثالث من أبواب هذه المنظومة النافعة الموجزة، وهو في مرفوعات الأسماء. الباب الثالث في مرفوعات الأسماء. وكما مر بنا في الدروس السابقة عرفنا أن الكلام ينقسم إلى اسم وفعل وحرف، وينقسم باعتبار آخر إلى معرب ومبني. فالمعرب هو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، والمبني ما لا يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه، يعني آخره يلازم شكلا واحدا مهما تغيرت العوامل. يعني إذا أدخلت عليه عاملا يعمل فيه الرفع، أو عاملا يعمل فيه النصب، أو عاملا يعمل فيه الجر، فتجد آخره ملازما لشكل واحد، هذا يكون مبنيا. وضربنا مثالا بكلمة هؤلاء مثلا، يعني هذا مثال لمبني على الكسر، سواء أدخلت عليه عامل الرفع تقول جاء هؤلاء، أدخلت عليه عامل النصب تقول رأيت هؤلاء، أدخلت عليه عامل الجر تقول مررت بهؤلاء. فالذي يلازم شكلا واحدا لا يتغير هذا هو المبني. وأما المعرب فهو ما يتغير شكل آخره بتغير العوامل الداخلة عليه. مثاله زيد في قولك جاء زيد، رأيت زيدا، مررت بزيد. نلاحظ هنا أن آخره قد تغير شكله بتغير العوامل الداخلة عليه. إذا أدخلت عليه عامل الرفع صار له شكل يختلف عن شكله إذا أدخلت عليه عامل النصب أو أدخلت عليه عامل الجر. طيب، ذكرنا أيضا أن الأسماء منها معرب ومبني. الأصل في الأسماء هو الإعراب، والمستثنى منها يعني يستثنى منها أبواب مخصوصة، فإنها تبنى مثل أسماء الإشارة والأسماء الموصولة وأسماء الشرط ونحو ذلك، وما عدا ذلك فالأصل فيه هو الإعراب. فإذا المعرب هو معظم الأسماء داخلة في قسم المعرب. وبالنسبة للأفعال فعرفنا أن الفعل ينقسم إلى ماض ومضارع وأمر. الماضي مبني دائما، والأمر مبني دائما، والمضارع يعرب إلا في حالتين، إذا اتصلت به نون التوكيد أو اتصلت به نون النسوة فإنه يبنى، ما عدا ذلك فإن الفعل المضارع يعرب. وبالنسبة للحروف فالحروف كلها مبنية، الحروف كلها مبنية. طيب، فبالنسبة للإعراب فالإعراب إما رفع وإما نصب وإما جر وإما جزم. والذي يخص الأفعال هو الرفع والنصب والجزم، وفيه عن مرفوعات الأسماء. قال: والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. والرفع أبوابه سبع ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. فيقول يعني إن المرفوع من الأسماء هو سبعة أنواع، عندنا سبعة أنواع من الأسماء ترفع. فأبوابه سبع، يعني المرفوعات من الأسماء محصورة في سبعة أبواب. قد ستسمعها تتلى عليك بوصف للعقول جلي. بوصف للعقول جلي، جلي يعني واضح بين، يعني سيصفها وصفا جليا، أي وصفا واضحا بينا للعقول، يعني تفهمه العقول. وهذه المرفوعات السبعة كما سيفصلها هي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر واسم كان وأخواتها وخبر إن وأخواتها والتابع للمرفوع. إذن المرفوع من الأسماء وهذه الأنواع السبعة التي سماها
الأبواب السبعة، قال يعني أبوابه سبع، فعندنا سبعة أبواب يعني أو سبعة أقسام لمرفوعات الأسماء، وهي الفاعل ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، كده أربعة، وبعدين اسم كان وخبر إن، والتابع للإيه؟ للمرفوع. واضح؟ يبقى عندنا الفاعل ونائب الفاعل، ادي الاول والثاني، المبتدا وخبره ادي الثالث والرابع، واسم كان وخبر ان ادي الخامس والسادس، والنوع السابع والاخير وهو التابع للمرفوع. فاذا مرفوعات الاسماء تنحصر في هذه الانواع السبعه. هنا الشراح الذين شرحوا متن الشبراوية بعضهم يقول يعني هذا الحصر حصر إضافي، حصر إضافي يعني كأنه إيه يعني ليس حصرا مطلقا، الحصر أحيانا يكون مطلقا يعني يستحيل أن يوجد إيه شيء خارج عن هذه الأقسام السبعة، أما حصر إضافي يعني حصر يعني للأقسام المشهورة منه أو للأنواع الأساسية منه أو نحو ذلك، هذا يسمى حصرا إيه؟ إضافيا. فبعضهم يقول هو حصر إضافي، لماذا؟ يقولون لأنه بقي من المرفوعات اسم أفعال المقاربة، وهي مثلا إيه؟ كاد وأوشك ونحو ذلك، واسم الحروف المشبهة بليس، يعني أفعال مقاربة اسمها مرفوع، تقول كاد زيد مثلا يقوم أو يخرج، وبعدين عندنا الحروف المشبهة بليس، وهي ما الحجازية، ما الحجازية، ما في لغة أهل الحجاز تعمل عمل كان وأخواتها، أو تعمل عمل ليس يعني من أخوات كان، فاستعملوا ليس لأنها إيه تفيد النفي يعني، فنفس المعنى، فتقول مثلا إيه يعني عندنا في القرآن الكريم وردت ما الحجازية في موضعين، في قوله تعالى ما هذا بشرا، يعني وردت إيه ناصبة خبرها ويظهر النصب في خبرها، وعليه يعني خبرها فيه علامة النصب، فورد في قوله تعالى إما هذا بشرا، ووردت أيضا في قوله تعالى ما هن، ما هن إيه؟ لا نريد التشكيل، ما هن؟ أمهات ولا أمهاتي؟ ما هن أمهاتكم؟ أمهاتكم بالإيه؟ أيوه بالإيه؟ منصوبة بالكسرة، ماشي؟ فهنا هي عاملة عمل إيه؟ عمل ليس أو عمل كان، يعني ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، يسمونها ما الحجازية لأنه في لغة تميم ما التي تنفي يعني لا تعمل، يأتي بعدها مبتدأ مرفوع وخبر مرفوع، لكن في لغة أهل الحجاز ما النافية عندهم إيه؟ ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، تعمل عمل ليس. ما هذا بشرا، ففي الإعراب هنا نقول ما حجازية، هذا اسم ما، وهذا من أسماء الإشارة المبنية، فنقول مبني على السكون في محل رفع اسم ما الحجازية، وبشرا خبر ما الحجازية منصوب وعلامة نصبه الإيه الفتحة، ما هن أمهات، ما هن أمهاتكم، مش كده؟ فهنا عندنا إيه أمهاتي منصوب، يعني نقول لهن اسم ما وأمهاتي خبر ما منصوب وعلامة نصبه الإيه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم. ممكن هي في الآية الكريمة بالهاء ولا بال أمهاتهم، ماشي عشان ما هن أمهاتهم، نعم ما هن أمهاتهم، فأمهاتي هنا هي منصوب وعلامة نصبه الكسرة لأنه جمع مؤنث سالم.
واضح. فما الحجازية وحروف أخرى يعني تعمل هذا العمل، تعمل عمل ليس. فهنا بالنسبة لل يعني لمن قال من الشراح يعني قالوا الحصر هنا إضافي وليس حصرا مطلقا، لأنه توجد مرفوعات أخرى غير هذه الأقسام السبعة، غير هذه الأقسام السبعة، فذكروا منها اللي هو أسماء وأفعال المقاربة وأسماء الحروف المشبهة بليس، وخبر لا النافية للجنس، خبر لا النافية للجنس. إذا قلت لا رجل في الدار مثلا، فالتقدير يعني لا رجل موجود في الدار، فهناك خبر هنا يقدر يكون مرفوعا، فهذا أيضا من المرفوعات. لكن الفريق الآخر يعني من شراح الشبراوية قالوا الحصر هنا يعني حصر مطلق وحصر حقيقي يعني، وليس إضافيا، حصر حقيقي أو مطلق يعني ليس إضافيا، وذلك لأن أفعال المقاربة والحروف المشبهة بليس تعتبر من أخوات كان، يعني يمكن إدراجها في أخوات كان، يعني طالما أنها تعمل عمل كان وأخواتها فتلحق بها وتعتبر من أخوات كان. فلما قال اسم كان وأخواتها فهذا يشمل اسم كاد وأخواتها اللي هي أسماء وأفعال المقاربة، ويشمل أيضا اسم الحروف المشبهة بليس. وكذلك بالنسبة للا النافية للجنس فهي يعني تعمل عمل إن، تعمل عمل إن، فخبر لا النافية للجنس هو داخل في خبر إن وأخواتها، يعني يمكن اعتبارها ملحقة يعني بأخوات إن لأنها تعمل عمل إن. فنقول هنا إيه يعني خبر لا النافية للجنس هو داخل تحت قسم خبر إن وأخواتها، فبالتالي يكون الحصر هنا هي حصرا يعني حقيقيا أو مطلقا وليس إضافيا. فإذا المرفوعات هنا إيه سبعة أنواع. فالنوع الأول قال فالفاعل، بدأ بالنوع الأول قال فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخا العزلي. أول نوع قال فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه كجاء زيد فقصر يا أخا العزلي. يا أخا العزلي، العزل هو اللوم، اللوم والعتاب، العاذل هو اللائم الذي يلوم الآخر ويعاتبه، ينتقده في شيء ويعاتبه عليه ويلومه عليه، فيقال له العاذل. فأخو العزل يعني صاحب العزل، أي العاذل يعني اللائم، يعني يقصد بقوله يا أخا العزل يعني يا أيها اللائم أو المعاتب الذي تعاتبه. قصر يعني كف، قصر يعني قلل من ايه من لومك وعتابك، او كف عن لومك وعتابك او قلل منه. ف هنا يقول فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه، عرف الفاعل بأنه اسم لفعل قد تقدمه. الفاعل وهذا تعريف اصطلاحي للفاعل، فالفاعل تعريفه لغة هو من أوجد الفعل، من أوجد الفعل أو من قام بالفعل أو اتصف بالفعل، الفاعل من أوجد الفعل أو من قام بالفعل أو اتصف بالفعل، فهذا الذي يقال له الفاعل. وفي الاصطلاح قال اسم لفعل يعني اسم معمول لفعل. هو هنا عندنا الفاعل هو من المرفوعات، فهو اسم لفعل يعني اسم معمول لفعل، يعني الفعل هنا عمل فيه ماذا؟ عمل فيه الرفع أو النصب أو الجر، عمل فيه الرفع، فهو اسم لفعل يعني اسم معمول لفعل قد عمل الفعل فيه الإيه؟ الفعل قد عمل فيه الرفع يعني، فرفعه الفعل. فقال اسم لفعل، والفعل هنا يعني يقيد لأنه سيذكر بعد ذلك كان وأخواتها، فكان وأخواتها أفعال ناقصة، أفعال ناقصة.
فإذا كان الفعل الذي يعمل فعلا ناقصا فاسمه الذي عمل فيه الرفع سيسمى اسم كان. لكن إذا كان الفعل تاما يعني ليس من الأفعال الناقصة، ليس من كان وليس من الأفعال التي هي كان وأخواتها، فيكون هذا الفعل التام يعمل الرفع في اسم، وهذا الاسم يسمى فاعلا. فقال اسم لفعل قد تقدمه. اشترط ايه هذا الشرط؟ اشترط هذا الشرط ان يكون الفعل قد تقدم على هذا الاسم. فمن شرط الفاعل ان يتقدمه الفعل الذي عمل فيه الرفع. فتقول قام زيد. طيب لو عكست يعني وقلت زيد قام، زيد يكون مبتدأ، زيد يكون مبتدأ. فيشترط في الفاعل أن يكون الفعل متقدما عليه، متقدما عليه. يعني عندما تعرب زيد قام نقول زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضم، لا نقول إنه فاعل للفعل قام. وبعدين قام فعل ماض مبني على الفتح. طيب أين فاعل الفعل قام؟ ضمير مستتر تقديره هو يعود على زيد. فنقدر الفاعل هنا نقدره بعد الايه؟ بعد الفعل، لان الفاعل لابد ان ياتي بعد الفعل وليس قبله. فلهذا قال الفاعل اسم، فالفاعل اسم لفعل قد تقدمه. ثم ضرب مثالا قال كجاء زيد، كجاء زيد. جاء زيد هنا مثال للفاعل الذي هو اسم ظاهر. مثال للفاعل الذي هو اسم ظاهر. والفاعل إذا كان اسما ظاهرا يمكن أن يكون صريحا أو مؤولا. الفاعل إذا كان اسما ظاهرا يمكن أن يكون صريحا أو مؤولا. وهنا اكتفى بالتمثيل للصريح اللي هو إيه؟ جاء زيد. هذا مثال للفاعل الذي هو اسم ظاهر ونوعه هنا صريح. هناك أيضا من ضمن هذا النوع الفاعل الذي هو اسم ظاهر، قد يكون هذا الاسم قد يكون مؤولا وليس صريحا. والمؤول هو ايه؟ انوى الفعل المضارع. يعني كقولك يعجبني ان تقوم، يعجبني ان تقوم، التقدير يعجبني قيامك، يعجبني قيامك. فان تقوم سنقول يعني ايه؟ ان حرف نصب، تقوم فعل مضارع منصوب بان وعلامه نصبه هي الفتحة. وأنوى الفعل، أنوى الفعل مصدر مؤول هو إيه؟ فاعل الفعل يعجبني، يعني يعجبني. النون هذه تسمى نون الوقاية، والياء مفعول به، والياء مفعول به. وأن تقوم هي فاعل الفعل إيه؟ يعجبني. فالفاعل قد يكون مؤولا، يعني مصدرا مؤولا، مؤولا بالصريح. يعني يمكن تفسيره باسم صريح، يمكن تفسيره باسم صريح. ومن انواع الفاعل ان يكون ضمير. الفاعل اما اسم ظاهر صريح او مؤول، واما ان يكون الفاعل ضميرا. ومثل للفاعل الضمير بقوله فقصر يا أخ العزلي، فقصر يا أخ العزلي. يا أخ العزلي هذا يعني يعتبر حشوا، يعني تكملة للبيت يعني. لكن المثال الذي أراد أن يضربه هو في قوله فقصر. طيب أين فاعل فعل الأمر هنا؟ فقصر ضمير مستتر تقديره أنت. فإذا أراد هنا أن يمثل للفاعل الاسم الظاهر بقوله جاء زيد، ومثل أيضا للفاعل الضمير المستتر في قوله فقصر. وبعدين يا أخ العزلي يعني يا أيها اللائم، قصر يعني قلل إيه لومك وعتابك لي. ويا أخ العزلي هذا يعني حشو يعني لتتمة إيه معنى البيت. طيب انتقل بعد ذلك إلى النوع الثاني من أنواع، النوع الثاني من أنواع المرفوعات، وهو نائب الفاعل. فقال ونائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول
كنيل خير وصيم الشهر أجمعه، وقيل قول وزيد بالوشاة بلي، وزيد بالوشاة بلي. طيب هنا يقول نائب الفاعل، نائب الفاعل اسم كان منتصبا فصار مرتفعا للحذف في الأول، يعني بسبب حذف الفاعل فهو ناب منابه أو قام مقامه فصار مرفوع. فإذا نائب الفاعل هو اسم منصوب، تعريف نائب الفاعل اصطلاحا أنه اسم منصوب حذف فاعله، هذا معنى قوله إيه؟ للحذف في الأول، يعني لحذف الفاعل، لحذف الفاعل، لأن الفاعل ترتيبه أنه يأتي قبل المفعول به، فإذا كان الفاعل محذوفا وحل المفعول به مكانه فنقول هنا حذف الأول الذي هو الفاعل وحل الثاني الذي هو المفعول به، حل محله وكان منصوبا في الأصل لكنه حل محل المرفوع فصار إيه؟ مرفوعا. فكقولك مثلا إيه؟ ضرب زيد، ضرب زيد، يعني أصلها مثلا ضرب عمرو زيدا، زيدا هذا كان مفعولا به منصوبا في أصل العبارة. ف يعني كما قال هنا اسم كان منتصبا، زيد كان منصوبا، كان منصوبا لأنه كان مفعولا به، ثم حذفت الأول، يقصد حذفت الفاعل الذي هو مرفوع، فحل محله وصار مرفوعا مكانه فيعرب نائب فاعل، فتقول ضرب زيد، قل زيد نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب أقسامه، أقسامه أربعة، أقسام نائب الفاعل أربعة. مثل يعني لثلاثة منها، فالنوع الأول المفعول به، ضرب له مثالا بقوله إيه؟ نيل خير، نيل خير، فأصل هذه الجملة نال زيد خيرا، لو أعربت الجملة نال زيد خيرا أو نال فلان خيرا، يعني نأتي إيه بفاعل وخيرا تكون مفعولا به، نقول نال زيد خيرا، نال فعل ماض مبني على الفتح، زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة، خيرا مفعول به منصوب. فهنا حذفت الفاعل الذي هو زيد وأحللت خيرا مكانه، فارتفعت بعد أن كانت منصوبة أصبحت مرفوعة، فقلت نيل خير، وهنا يحتاج الأمر إلى أن تبني الفعل للمجهول. يعني كثير من النحاة والمفسرين ونحوهم لا يستحبون يعني استعمال مصطلح البناء للمجهول، وإنما يقولون البناء لما لم يسمى فاعله، البناء لما لم يسمى فاعله، يعني فاعله غير مذكور، ليس بالضرورة أن يكون إيه مجهولا، لأن نائب الفاعل مثلا مرات أحيانا يأتي في مثل قولك، في مثل قول الله سبحانه وتعالى إيه مثلا خلق الإنسان، ماشي، هنا الإنسان نائب فاعل، فخلق الإنسان، هنا إذا قلت فعل مبني للمجهول يعني كأن الفاعل هنا إيه مجهول، يعني خالق الإنسان، فيعني يكون المعنى غير مناسب، يعني أحيانا الفاعل هو معلوم ولكنه لم يسمى، يعني لم يذكر في العبارة، ليس بالضرورة أن الشيء الذي لم يسمى يعني لم يذكر أن يكون مجهولا، قد لا يسمى يعني لأغراض أخرى ليس إيه لغرض كونه مجهول. فلذلك يعني التعبير الأحسن أن نقول فعل هنا إيه مبني لما لم يسمى فاعله، بدلا من أن نقول إيه مبني للمجهول نقول إيه مبني لما لم يسمى فاعله. فهنا نال، إذا أردنا أن نبنيها لما لم يسمى فاعله فنقول إيه نيل، وبعدين يأتي نائب الفاعل خير، نائب الفاعل هنا أصله مفعول به. النوع الثاني من أنواع نائب الفاعل ما كان أصله ظرفا، ما كان أصله ظرفا،
ضرب له المثال بقوله وصيم الشهر أجمعه، وصيم الشهر أجمعه. هنا المثال هو صيم الشهر، صيم الشهر أجمعه، هذا تابع للمرفوع، لكن نائب الفاعل هو الشهر. فهنا صيم هذا الفعل الذي بني للمجهول أو لما لم يسمى فاعله، ثم الشهر هو نائب الفاعل المرفوع. الشهر كانت أصلها كانت إيه؟ ظرف زمان منصوبا، كان ظرفا منصوبا، ظرف زمان منصوبا، يعني أصل العبارة صام زيد الشهر، فحذفت الفاعل وأحللت الظرف المنصوب مكانا للفاعل فصار نائب فاعل، فقلت صيم الشهر. فإذا نائب الفاعل أحيانا يكون أصله مفعولا به، وأحيانا يكون أصله ظرفا. والنوع الثالث نائب الفاعل الذي أصله مصدر، الذي أصله مصدر، مثل مثل له بقوله إيه؟ وقيل قول، وقيل قول، فأصل العبارة قال زيد قولا، قال زيد قولا، فقولا كان إيه؟ مصدرا، قال زيد قولا كان إيه؟ مصدرا مؤكدا إيه للفعل قال. فهذا المصدر المؤكد إيه للفعل ويقال له المفعول المطلق، المفعول المطلق المؤكد لفعله، فهذا المصدر حل محل الفاعل عندما حذفت الفاعل، فأصل العبارة كان قال زيد قولا فحذفت الفاعل وأحللت المفعول المطلق الذي هو المصدر المؤكد لفعله فأحللته مكانه وقلت قيل قول، فقول هنا نائب فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. نعم. ظرف الزمان نقدر نقول هو مفعول فيه؟ نعم، ظرف الزمان والمكان يقال له المفعول فيه. نعم. وسيأتينا في أبواب المنصوبات إن شاء الله. هناك نوع رابع وهو الجار والمجرور، الجار والمجرور، كقولك إيه؟ مر زيد بعمر، مر زيد بعمر، فإذا حذفت الفاعل وأحللت الجر والمجرور مكانه فتقول مر بعمر، مر بعمر، فالجر والمجرور هنا يقوم مقام مقام الفاعل فيكون نائب فاعل، فنقول بعمر جر ومجرور في محل رفع نائب فاعل. طيب، ينقسم نائب الفاعل، ينقسم نائب الفاعل يعني باعتبار آخر إلى نائب فاعل ظاهر ونائب فاعل مضمر، نائب فاعل ظاهر ونائب فاعل مضمر ضمير يعني. فنائب الفاعل الظاهر كالأمثلة التي مثلنا بها في الأقسام السابقة اللي ضرب زيد أو نيل خير، صيم الشهر، قيل قول، مر بزيد، هذا كله نقول فيه نائب الفاعل هنا ظاهر. أحيانا يكون نائب الفاعل ضميرا مضمرا أو مقدرا، مثاله زيد بالوشاة بلي، والوشاة النمامون، يعني الواشي هو الوشاة جمع واشي، والواشي هو النمام الذي يقول الكلام بين الناس بقصد الإفساد بينهم. فقال وزيد بالوشاة بلي، يعني بلي زيد بالوشاة، ماشي؟ فهنا عندما تقول زيد بالوشاة بلي، زيد مبتدأ، وبالوشاة بلي تقدير هنا بلي هو، يعني أين نائب الفاعل في بلي؟ ضمير تقديره هو، يعود على زيد، يعود على زيد. فقولك بلي نائب الفاعل هو ضمير مستتر يعود على زيد، فأحيانا يكون نائب الفاعل ضميرا مستترا.
ثم انتقل بعد ذلك إلى المبتدأ والخبر فقال. طيب كده الاسم الظاهر للنائب الفاعل لا يكون مؤول؟ الاسم الظاهر إما صريح وإما مؤول. نعم الاسم كذلك في النائب الفاعل. النائب الفاعل إما أن يكون اسما ظاهرا وإما أن يكون إيه؟ ضميرا يعني. أقسامه التي ذكرناها اللي هي المفعول به وال يعني كل ما صح أن يكون مفعولا به أو يكون ظرفا أو يكون مصدرا أو جرا مجرورا، فهذه التي يمكن أن تحل محل الفاعل وتصبح نائبة عن الفاعل. قال والمبتدأ نحو زيد قائم وأنا في الدار وهو أبوه غير ممتثلين، وما به تم معنى المبتدأ خبر كالشأن في نحو زيد صاحب الديوان. يعني ضبط الشراح بالكسر والكسر أحسن، يعني صاحب الديوان. طيب هنا المبتدأ، المبتدأ هو اسم مجرد من العوامل اللفظية أو ما ابتدأ به الكلام، الاسم الذي يبتدأ به الكلام أو الواقع في صدر الجملة أو الذي ابتدأ به الكلام، أو اسم مجرد من العوامل اللفظية. فالمبتدأ قد يكون اسما صريحا وقد يكون اسما مؤولا أيضا، قد يكون لفظ يعني يتناول المبتدأ يتناول الاسم الصريح ويتناول المصدر المؤول. فيمكن أن تقول مثلا في مثل قوله تعالى وأن تصوموا خير لكم، وأن تصوموا اللي هو أن والفعل المضارع المنصوب بها تقديره يعني صومكم خير، وأن تصوموا نقول أن حرف نصب، تصوموا فعل مضارع منصوب بأن وعلامة نصبه حذف النون لأنه من الأفعال الخمسة وهو جمع فاعل وهو مصدر مؤول في محل رفع مبتدأ، في محل رفع مبتدأ، وخير خبر لهذا المبتدأ. فالمبتدأ هنا وقع مصدرا مؤولا، ويمكن أن يكون المبتدأ اسما صريحا، تقول زيد قائم، واضح؟ الكتاب مفتوح مثلا، الباب مغلق. فهذه أمثلة للمبتدأ الذي هو اسم ظاهر صريح، فهو اسم مجرد من العوامل اللفظية، المبتدأ مرفوع والعامل في رفعه هو الابتداء، يعني عامل معنوي. عندنا عوامل، العوامل التي تعمل الرفع منها عوامل لفظية وعوامل معنوية، فهنا العامل في الرفع هو عامل معنوي وليس لفظيا، وهو الابتداء كونه بدأ به الكلام أو ابتدأت به الجملة، فهذا هو العامل في رفع المبتدأ، فهو مجرد من العوامل اللفظية. فقال والمبتدأ نحو زيد قائم، ضرب هنا أمثلة لمبتدأ هو اسم ظاهر، ولمبتدأ هو ضمير متكلم، ولمبتدأ هو ضمير غائب. فقال هنا المثال الأول، قال زيد قائم، يعني مثل المبتدأ في ثلاث جمل. الجملة الأولى قال زيد قائم، الإعراب هنا زيد مبتدأ مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وقائم خبره أيضا مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طيب هنا زيد اسم ظاهر. قال وأنا في الدار، وأنا في الدار، أنا مبتدأ وهو ضمير متكلم، صحيح؟ أنا ضمير متكلم وهو مبتدأ مرفوع أو مبني، يعني التعبير الصحيح نقول مبني على السكون في محل رفع، لأن يعني الضمائر هي من قسم المبنيات، في مبنيات الأسماء منها الأسماء ومنها معرب ومبني، والضمائر هي من المبنيات، فنقول أنا يعني ضمير متكلم مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. نلاحظ هنا أن الألف والواو والياء
المادية تعتبر ساكنة يعني، فنقول أنا طالما آخرها ألف، والألف إيه؟ حرف ساكن، فنقول مبني على السكون في محل رفع مبتدأ. فنقول وأنا في الدار. في الدار هنا شبه الجملة، الجار والمجرور في محل رفع إيه؟ خبر. هنا هذه من المسائل الخلافة بين النحاة البصريون، يقولون يعني الجار والمجرور لا يكون خبرا وإنما يكون متعلقا بالخبر، يعني يقدرون ده البصريون يعني، وهو المذهب الأشهر يعني الذي عليه أكثر النحاة، و يعني إمامهم سيبويه ثم أصحابه يعني كالأخفش وبعده المبرد وأمثالهم، فهؤلاء إيه؟ يعني نحاة البصرة يقولون الخبر إما مفرد أو جملة، ما فيش شبه جملة، فشبه الجملة هذا يقولون هو متعلق بخبر يعني يحتاج إلى تقدير. لا يعني فإذا قلت مثلا في هذا المثال أنا في الدار، فيقولون في الدار متعلق بخبر محذوف تقديره موجود، فيقولون الخبر هو مفرد اللي هو أنا موجود، والخبر هذا محذوف، وفي الدار متعلق بالإيه؟ بالخبر المحذوف. لكن الكوفيون في هذا المثال يقولون في الدار هو الخبر، فهو الخبر يعني إما مفرد وإما جملة وإما شبه جملة. ويلاحظ هنا أن المفرد في أبواب أنواع الخبر المفرد يكون مقابل الجملة وشبه الجملة، ليس مقابل المثنى والجمع، وإنما مقابل الجملة وشبه الجملة. يعني لو قلت الرجلان قائمان، الرجلان قائمان، ما نوع الخبر هنا؟ الرجلان مبتدأ مرفوع لم يترفع الألف لأنه مثنى، قائمان خبر مرفوع لم يترفع الألف لأنه مثنى. طيب ما نوع الخبر هنا؟ نقول مفرد. مثلا المسلمون منتصرون، مثلا منتصرون هنا خبر مرفوع وعلامة رفعه ايه؟ الواو، لأنه جمع مذكر سالم، ونوع الخبر هنا مفرد رغم أنه جمع، لكن هنا مفرد يعني عندما نتكلم عن أنواع الخبر نقصد أنه ليس جملة ولا شبه جملة، هذا القصد يعني. فإذا الخبر قد يكون شبه جملة، ومثل له بهذا المثال يعني. هنا تلاحظون أنه في الجمل التي مثل بها مثل لأنواع المبتدأ ومثل أيضا لأنواع الخبر، وهذا من براعته يعني في إيجاز الأبيات. فأتى في المثال الأول في قوله زيد قائم، مثل للمبتدأ الذي هو اسم ظاهر، ومثل للخبر المفرد. وفي قوله أنا في الدار، مثل للمبتدأ الذي هو ضمير متكلم، ومثل للخبر الذي هو شبه جملة، الخبر الذي هو شبه جملة. ثم قال وهو أبوه غير ممتثل، أبوه غير ممتثل. ومر بنا أن الامتثال يعني هو الطاعة أو الاستجابة، فهنا مثل بقوله هو للمبتدأ الذي هو ضمير غائب، فنقول هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ، هو ضمير مبني على الفتح في محل رفع مبتدأ. وبعدين الخبر جملة أبوه غير ممتثل، أبوه غير ممتثل. فالخبر هو عبارة عن جملة مكونة من مبتدأ إنسان وخبر للمبتدأ الثاني، فنقول أبوه هو إيه؟ المبتدأ الثاني، أبو مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه من الأسماء الخمسة أو الستة، والهاء ضمير مبني على الضم في محل جر مضاف إليه، في محل جر مضاف إليه. طيب غير هذا خبر للمبتدأ الأول ولا للثاني؟ هذا خبر المبتدأ الثاني، غير مرفوع وعلامة رفعه الضمة، وممتثل مضاف إيه؟
إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. ثم الجملة من المبتدأ الثاني وخبره خبر للمبتدأ الأول، والخبر قد يكون جملة اسمية كهذا المثال، ومثل قولك مثلا إيه زيد أخوه حاضر، زيد كتابه مفتوح مثلا، وهكذا. وتلاحظ دائما أن جملة الخبر تحتاج إلى ضمير يعود على المبتدأ، رابط يعني يربط بين إيه، بين الخبر الذي هو جملة وبين المبتدأ الأول، لابد من ضمير يعود على يعني على المبتدأ الأول. يعني لا يصح مثلا تقول زيد عمرو حاضر مثلا، الكلام هي يكون مفككا يعني لا يفيد هذا، لابد أن تقول مثلا زيد أخوه حاضر، أبوه كتابه قلمه، تضع إيه ضميرا يعود على يعني يكون رابطا يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ، إما ضمير أو ما يقوم مقامه أحيانا أسماء الإشارة، هناك يعني روابط أخرى تقوم مقام الضمير، لكن لا بد من رابط يربط بين جملة الخبر وبين المبتدأ. طيب يمكن أن يكون الخبر جملة فعلية، الخبر قد يكون جملة اسمية كهذا المثال زيد أبوه غير ممتثل، ويمكن أن يكون الخبر جملة فعلية كقولك زيد قام، زيد قام، أو زيد يحضر أو يأكل. فإذا قلت زيد هنا مبتدأ وقام فعل ماض فاعله ضمير مستتر تقديره هو يعود على المبتدأ، هنا تجد الرابط هنا هو ضمير إيه مستتر يعود على المبتدأ. وجملة قام من الفعل وفاعله هي خبر للإيه للمبتدأ، في محل رفع خبر للمبتدأ. سمعت شيخنا إعراب ممتثل مرة أخرى، ممتثل مضاف إليه بعد غير يأتي بعد غير وسوى يأتي بعد. طيب قال وما به تم معنى المبتدأ خبر، يعني ما يتم به معنى المبتدأ فهو الخبر، فإذا الخبر هو اسم تم به معنى الايه المبتدأ، عرف الخبر بأنه اسم يعني يتم به معنى المبتدأ، إما اسم وإما ايه يعني على التفصيل الذي ذكرناه، وإما جملة يعني. فالخبر ما به تم معنى المبتدأ، واضح؟ فإذا لا، ما لا يتم به معنى المبتدأ فإنه لا يكون خبرا. قال كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، كالشأن يعني كالمثال، ويعني الشأن هنا الأمر، وفي بعض النسخ بدل كالشأن في بعض النسخ كالثاني، كالثاني في نحو زيد صاحب الدول، يعني كالإيه كالجزء الثاني من هذه الجملة في قولك زيد صاحب الدول، فالثاني هو الإيه الخبر، يعني زيد مبتدأ والثاني الثانية في هذه الجملة اللي هي صاحب، هذا هو الإيه الخبر. فبعض النسخ قال كالثاني وبعضها قال كالشأن، كالشأن، والشأن هو الإيه الأمر يعني، يعني القصد يعني مثاله كهذا المثال. في نحو زيد صاحب الدول، قالوا الدول يعني الشراح يفضلون جعلها بالكسر هنا، لأن الدول هي النصر على الأعداء، الدول يعني جمع دولة، والدولة النصر على الأعداء في الحرب، فهذه جمعها يكون بكسر الدال الدول. وأما الدول فهو تداول الإيه يعني بمعنى تداول المال، بمعنى تداول المال، فالمال دولة ويجمع على إيه على دول، لكن تدال طائفة على أخرى في الحرب يعني، فهذا الإيه الدول. فكأن المعنى الأحسن هنا صاحب الدول يعني صاحب النصر على الأعداء.
لكن لو قلت يعني الدول فيمكن أن تكون إيه بمعنى المال الذي يتداول أو كده. فقال كالشأن في نحو زيد صاحب الدول، يعني ضرب مثالا بهذه الجملة زيد صاحب الدول، أين الخبر هنا؟ صاحب. فإذا صاحب هو الذي يعني تم به معنى المبتدأ وكمل به معنى المبتدأ. ثم قال وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما وتنصب ما قد كان بعد ولي، ومثلها أدوات ألحقت عملا بها كأصبح ذو الأموال في الحلل وبات أضحى وظل العبد مبتسما وصار ليس كرام الناس كالسفل. ماشي. طيب هنا يذكر يعني يذكر هنا كان وأخواتها، وهذا القسم الخامس من أقسام مرفوعات الأسماء. ذكرنا من مرفوعات الأسماء الفاعلة ونائب الفاعل والمبتدأ والخبر، فهنا نأتي إلى القسم الخامس وهو اسم كان وأخواتها. فكان وأخواتها، فيقول يعني وكان ترفع ما قد كان مبتدأ، يعني كان وأخواتها هي أفعال تدخل على جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، تدخل على جملة اسمية فيها مبتدأ وخبر، فالمبتدأ الذي كان مرفوعا بالابتداء يصبح مرفوعا بها فيصبح اسم كان. بدأ بعد هنا أصبح إيه؟ دخل عليه عامل لفظي وهو كان، فرفع بعامل لفظي بعد أن كان مبتدأ. يعني في قولك مثلا زيد قائم، إذا أدخلت كان تقول كان زيد قائما، فزيد هنا أصبح مرفوعا بكان، فهي ترفع الاسم، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب الخبر ويسمى ايه خبرها، خبر يصبح خبر كان ويكون ايه منصوبا. فإذا كان وأخواتها ترفع الاسم الذي كان مبتدأ قبل دخولها ويسمى اسمها، وتنصب ما بعده وهو الخبر ويسمى خبرها. وهي 13 فعلا، 13 فعلا عندنا، نعد هذه الأفعال: كان وأمسى وأصبح وأضحى. ماشي حاضر. كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس وزال وفتئ وبرح وانفك ودان. مرة ثانية: كان أمسى أصبح أضحى ظل بات صار ليس زال فتئ برح انفك دام. وهي 3 أقسام. القسم الأول يعمل هذا العمل بلا شرط، يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي الأفعال 8 الأولى التي ذكرناها بالترتيب الذي ذكرناه: كان وأمسى وأصبح وأضحى وظل وبات وصار وليس. هذه الأفعال 8 تعمل هذا العمل، أنها ترفع المبتدأ وتنصب الخبر بلا شرط. وضرب أمثلة لها هنا، قال إيه يعني في الأبيات التي بعدها، قال وكان ترفع ما قد كان مبتدأ اسما، يعني ترفع المبتدأ ويسمى اسمها، وتنصب ما قد كان بعد وليا، يعني الذي كان وليا يعني جاء بعدها في الترتيب، جاء بعد المبتدأ في الترتيب وهو الخبر، الذي ولي الخبر يعني الذي جاء عقب الخبر، الذي ولي المبتدأ وهو الخبر فتنصبه. قال ومثلها أدوات ألحقت عملا بها، يعني مثل كان
أدوات، وكلمة أدوات يستعملها النحات أحيانا يعني لكونها تشمل الاسم والفعل والحرف يعني. فمرات إيه يستعملون لفظ الأداة إذا لم يرغبوا في يعني في تفصيل الكلام عن الأسماء والأفعال والحروف وكذا، فيقولون إيه أدوات. يعني تقول مثلا أدوات الاستفهام مثلا، لأن إيه لأن ما يعني ما يفيد معنى الاستفهام تارة يكون مثلا حرفا وتارة يكون اسما. فإذا أردت أن تقول يعني بدل ما أن تقول حروف الاستفهام وأسماء الاستفهام فتقول أدوات الاستفهام. فيقول يعني ومثلها أدوات، فالأدوات تشمل الأفعال يعني، وهي كلها هنا إيه أفعال. فقال ومثلها أدوات ألحقت عملا، لكن لعل استعماله أدوات أيضا فيه يعني فائدة، يعني بدل ما أن يقول أفعال قال أدوات حتى تشمل ما مر ذكره. يعني قلنا مثلا اللي هي الحروف المشبهة بليس، فهي حروف وتعمل عمل إيه؟ عمل هذه الأفعال الناسخة، ترفع مبتدأ وتنصب خبر. ما الحجازية مثلا؟ ما هن أمهاتهم؟ ماشي، فهنا ما الحجازية؟ ما هذا بشر؟ فهي حرف ولكنها تعمل عمل هذه الإيه؟ الأفعال الناسخة. فلهذا قال يعني ومثلها أدوات ألحقت عملا بها. إذا كان والأدوات فتشمل يعني ما كان فعلا وما كان حرفا يعمل عمل كان يعني. وكذلك أيضا يلاحظ أن الأسماء يعني مما يعمل عمل كان، الأسماء المشتقة يعني مثل إيه مثلا كائن، مثلا كائن، مثلا يمكن أن تستعمل كائن أو صائر أو كذا، فيمكن أن يعمل عمل كان أيضا. فلهذا استعمل أدوات يعني لتشمل إيه ما كان اسما أو حرفا عاملا هذا العمل يعني. فقال ومثلها أدوات ألحقت عملا بها، يعني الأدوات التي تعمل نفس هذا العمل ألحقت بكان، ما كان ينصب المبتدأ ويسمى اسمه، ما كان يرفع المبتدأ ويسمى اسمه، وينصب الخبر ويسمى إيه؟ خبره. قال كأصبح ذو الأموال في الحلل. من يعرب لنا هذه الجملة؟ أصبح ذو الأموال في الحلل. ونقول أصبح فعل ماض ناقص أو ناسخ، نسميه ناقصا أو نسميه إيه؟ ناسخا، مبني على الفتح، ولأنه فعل ماض إذن إيه؟ لا محل له من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. ذو الأموال، ذو اسم أصبح مرفوع وعلامة رفعه الواو لأنه نيابة عن الضمة، لأنه من الأسماء الستة. الأموال مضاف إليه مجرور وعلامة جره الكسرة. في الحلل، هنا الخبر ما نوع الخبر هنا؟ مفرد أو جملة أو شبه؟ فنقول في الحلل جار ومجرور، في حرف جر مبني على السكون لا محل له من الإعراب. الحلل اسم مجرور بفي وعلامة جره الكسرة. وفي الحلل يمكن أن تقول على طريقة الكوفيين، يمكن أن تقول إيه في الحلل خبر كان في محل نصب، وعلى طريقة البصريين تقول في الحلل متعلق بخبر إيه محذوف تقديره إيه موجودا يعني، يعني كأن المعنى إيه أصبح ذو الأموال موجودا في الحلل. وبات أضحى، هنا مثل ذكر يعني عد النواسخ الأفعال الناسخة، فقال بات أضحى ظل، وبعدين في ظل مثل بجملة يعني، قال ظل العبد مبتسما. نقول ظل فعل ماض ناقص مبني على الفتح، العبد اسم ظل مبتسما خبر إيه ظل منصوب. وصار
لم يمثل إيه بجملة لصارة، ولكن عندما جاء إلى ليس قال ليس كرام الناس كالسفل، ليس كرام الناس كالسفل. فقال ليس، نقول هنا حرف، نقول فعل ناقص مبني على الفتح، كرام اسم ليس مرفوع وعلامة رفعه الايه الضمة، الناس مضاف اليه مجرور وعلامة جره الكسرة، كالسفلي الكاف حرف جر والسفلي مجرور بالكاف وعلامة جره الكسرة، والجر والمجرور متعلق بخبر ليس المحذوف، يعني ليس كرام الناس مثلا ايه كائنين او موجودين او كالسفل. طيب هنا نقول يعني هذه الافعال منها قسم يعمل هذا العمل بلا شرط، وهي الافعال الثمانيه الاولى، ويعني الامثله التي مثل بها هنا اللي هي ايه اصبح ذو الاموال في الحلل، ظل العبد مبتسما، ليس كرام الناس كالسفل، هذه امثله لهذا النوع. القسم الثاني قسم يعمل هذا العمل بشرط ان يتقدمه نفي او شبه النفي، وشبه النفي هو النهي والدعاء، النهي والدعاء. وهذه الافعال اربعه وهي زال وفتئ وبرح وانفك، لا بد ان يسبقها نفي او ما يشبه النفي. فعندنا ايه تقول مثلا زال، لابد ان تقول ما زال، لابد ان يسبقها الايه النفي او ما يشبه النفي. فتقول عندنا هنا ضرب امثله لها، ممكن نقرا الايه الامثله التي مثل بها. قال واربع مثلها والنفي يلزمها او شبهه او ما يشبه النفي، يعني يمكن ان تقول لا تفتأ مثلا تنهى، او لا تبرح، فيمكن ان تستعمل النهي بدل الايه بدل النفي. والنهي يعني النهي اذا خاطبت به، اذا يعني توجه من الادنى الى الاعلى سمي ايه دعاء، اذا توجه من الادنى الى الاعلى. مثلا لا تزغ قلوبنا مثلا، الأحسن لا نسميه نهيا ولكن نسميه دعاء. طيب قال كالفتى في الدار لم يزل، ضرب مثالا هو قال كالفتى في الدار لم يزل، إذا قلت لم يزل الفتى في الدار فهنا لم يزل هذه تعمل من أخواتي كان تعمل عملها، ترفع المبتدأ ويسمى اسمها وتنصب الخبر ويسمى خبرها. وقال وليس يبرح أو ينفك مجتهدا، وليس يبرح مجتهدا أو ليس ينفك مجتهدا، ليس يبرح مجتهدا، ليس ينفك مجتهدا، المعنى ليس يبرح مجتهدا يعني ما زال مجتهدا، نفس يعني ليس يبرح، يعني الافعال اللي هي زال او فتي او برح او انفك معناها متقارب يعني عندنا فيها. فاذا قلت يعني ما برح ما فتي ما انفك مثل معنى ما زال، يعني تفيد الاستمرار والدوام. فقال ليس يبرح مجتهدا او ينفك، نفس الشيء يمكن تحذف يبرح وتضع مكانها ينفك، تقول ليس ينفك مجتهدا، إذا قلت ليس ينفك زيد مجتهدا مثلا، أو ليس ينفك هو يكون اسمها ضمير تقديره هو، ومجتهدا يكون خبر الفعل إيه ينفك منصوبا وعلامة نصبه دي الفتح. قال تالله تفتأ، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي، تالله تفتأ من ذكراه في شغلي. هنا تفتأ مسبوقة بنفي مقدر، تقول تالله تفتأ
يعني التقدير تالله لا تفتر. النفي هنا مقدر مفهوم من السياق، فالتقدير تالله لا تفتر من ذكراه في شغلي، يعني ما زلت مشغولا بذكراه، ما زلت مشغولا بذكراه، هذا المعنى. تالله تفتأ من ذكراه في شغلي، يعني تالله على قسم، يعني والله أنت إيه لا تزال مشغولا بذكراه. تالله تفتأ تذكر يوسف، يعني أراد يعني يفيد هذا المعنى. يعني هنا مسبوقة بنفي مقدر، يعني التقدير لا تفتأ تذكر يوسف، يعني أنت مستمر في ذكره أو مشغول بذكره. ثم بقي عندنا الفعل اللي هو دام. الفعل دام هذا يشترط أن يسبقه ما المصدرية الظرفية، ما المصدرية الظرفية. فتقول ما دام، تقول ما دام زيد قائما، ما دام المعنى هنا مدة دوام زيد قائما، فهي مصدرية وظرفية، يعني تفيد معنى ظرف الزمان، يعني مدة الدوام، زمن الدوام، وتفيد معنى المصدر لأنها تحول الفعل إلى مصدر، يعني ما دام زيد يعني مدة دوام زيد. نعم؟ أيوه، ما دمت حيا، يعني مدة دوامي حيا، فهي مصدرية ظرفية، واضح؟ فبالنسبة للفعل دام هذا الفعل الوحيد الذي له هذا الشرط، أنه يسبق، يشترط لعمله عمل كان أن يسبق بما المصدرية الظرفية. نعم، عندك سؤال؟ نعم شيخنا، بالنسبة للإعراب ليس يطرح بمجتهد، تفضلت فضلتكم الإعراب كامل؟ نعم، نقول ليس فعل ماض ناقص مبني على الفتح، لا محل له من الإعراب، اسمها ضمير مستتر تقديره هو، وجملة يبرح مجتهدا هي خبر ليس، هي خبر ليس، يعني خبر ليس جملة فعلية في محل نصب خبر ليس. وبعدين يبرح نقول فعل مضارع مرفوع لتجرده من النواصب والجوازم، ويبرح هذه من الأفعال اللي هي الناسخة الناقصة، فليس له فاعل ولكن له اسم، اسم يبرح ضمير مستتر تقديره هو، ماشي؟ ومجتهدا خبر يبرح، مجتهدا خبر يبرح، جملة يبرح من اسمها وخبرها، يعني جملة يبرح وهو مجتهدا، الجملة واسمها وخبرها هي خبر ليس يعني. ثم قال وإن تفعل هذا الفعل منعكسا كأن قومك معروفون بالجدل لعل ليتك أن الركب مرتحل لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. فهنا يعني انتقل إلى الاسم الى خبر ان، مرفوعات الاسماء، مرفوعات الاسماء ذكرنا اسم كان واخواتها، ومن مرفوعات الاسماء خبر ان واخواتها، خبر ان واخواتها. فان تعمل عمل كان منعكسا، قال وان تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني تفعل فعل كان بالعكس، فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وإن بالعكس تنصب المبتدأ وترفع الخبر، فهي تدخل على الجملة الاسمية فتنصب المبتدأ ويسمى اسمها وترفع الخبر ويسمى خبرها. وإن تفعل هذا الفعل منعكسا، يعني تعمل عمل كان بالعكس. ثم مثل أمثلة لإن وأخواتها، وإن وأخواتها هي ستة حروف، وهي إن أن
كأن لكن ليت لعل إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل. جمعها بعض النحاة في قوله لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس من الذي كان من عن. لإن أن لكن ليت لعل لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس ما لي كان من عن. لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس ما لي كان من عن. يعني هذه الحروف الستة تعمل عكس لها عكس ما لي كان من العمل، يعني تعمل عكس عملي كان. لإن أن لكن ليت لعل لإن أن لكن ليت لعل. الشطر الأول جمع خمسة وكأن هذا عكس ما لي كان من عمل، يعني لهذه عكس ما لي كان من عمل، يعني تعمل عكس العمل الذي لكان. لإن أن لكن ليت لعل وكأن عكس ما لي كان من عمل. واضح؟ فإذا هذه الحروف الستة تعمل عكس عمل كان، فكان ترفع المبتدأ وتنصب الخبر، وهذه تنصب المبتدأ وترفع الخبر. ثم مثل بأمثلة فقال كإن قومك معروفون بالجدل. يعني الكاف يعني حرف تشبيه وجر، يعني يريد أن يضرب المثال، يعني هذه الجملة مثال إيه لإن وأخواتك. إن قومك معروفون بالجدل، من يعرب لنا هذه الجملة؟ إن قومك معروفون بالجدل. إن حرف ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. قوم اسمنا منصوب وعلامة نصبه الفتح، والكاف مضاف إليه في محل جر. معروفون خبر إن مرفوع وعلامة رفعه الواو، لأنه جمع مذكر سالم، وبالجدل جار ومجرور متعلق بالمعروفون، متعلق بالمعروف. دائما جار ومجرور نبحث له عن أقرب فعل أو مشتق، مشتقات اللي هي اسم الفاعل واسم المفعول ونحو معروف على واسم المفعول. نعلق الجار والمجرور يعني بأقرب شيء يعني يناسبه في المعنى من الأفعال والمشتق. فهنا إن قومك معروف، يعني بالجدل يعني تتمة للجملة، لكن إن واسمها وخبرها إن قومك معروفون. فهنا نلاحظ أنها نصبت المبتدأ ورفعت الخبر. المثال الثاني قال لعل ليت، هذه لم يضعها في جمل، يعني لم يمثل لها بجمل، ولكن عندما جاء إلى كأن مثل لها بجملة. قال كأن الركب مرتحل، كأن الركب مرتحل، كأن الركب مرتحل. هنا كأن حرف ناسخ، أيضا حروف كلها مبنية لا محل لها من الإعراب، مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. الركبة اسم كأن منصوب وعلامة نصبه الفتحة، مرتحل خبر كأن مرفوع وعلامة رفعه الضم. لكن زيد بن عمرو غير مرتحل، قال لكن زيد بن عمرو غير مرتحل. فهنا يعني جزاكم، لكن هي الحرف الناسخ، وزيد هي اسم لكن المنصوب، وبعدين غير مرتحل، غير هذا هو خبر ايه لكن. قالوا وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. وخذ بقية أبواب النواسخ إذ كانت ثلاثا وذاك الثلث لم يقل. يقول إن النواسخ ثلاثة أقسام، النواسخ ثلاثة أقسام أو ثلاثة أنواع.
وذكر الثلثي النواسخ اللي هم الايه، كان واخواتها وان واخواتها، بقي ثلث النواسخ اللي هو القسم الثالث من النواسخ، وهو ظن واخواتها. القسم الثالث من النواسخ هو ايه؟ ظن واخواتها. فقال خذ هذا القسم الذي هو بقية أبواب النواسخ. إذا النواسخ يعني عندنا إن وأخواتها، وكان وأخواتها، وإن وأخواتها، وظن وأخواتها. إذ كانت ثلاثة، يعني النواسخ كانت ثلاثة أقسام، وثلث هذه الأنواع لم يذكر، يعني النوع الثالث منها لم يذكر، لأن عندما تكون ثلاثة فالنوع الثالث هو ثلث، صحيح؟ فقال وذاك الثلث لم يقل، يعني لم يذكره فيما مضى. فظن تنصب جزئي جملة نسخا بها وضم لها أمثالها وسلي. مثاله ظن زيد خالدا ثقة، وقد رأى الناس عمرا واسع الأمل. فإذا عندنا هنا النوع الثالث من النواسخ هو ظن وأخواتها، وهي سبعة أفعال، وهي سبعة أفعال، يقال لها ظن وأخواتها سبعة أفعال، وهي ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى ووجد. ظن وحسب وزعم وخال وعلم ورأى ووجد، ماشي. وبعدين هذه الأفعال منها ما يفيد الرجحان، ما يفيد الرجحان، وهو الأفعال الأربعة الأولى اللي هي ظن وحسب وزعم وخال، تفيد الرجحان، يعني رجحان وقوع المفعول الثاني، تفيد يعني ترجيح وقوع المفعول الثاني. ومنها ما يفيد تحقق وقوعه، وهي الثلاثة الأخيرة اللي هي علم ورأى ووجد. علم ورأى ووجد هذه اللي هي تفيد التحقق. فظن وأخواتها تنصب المبتدأ والخبر، يعني تدخل أيضا على الجملة الاسمية. لاحظ يعني أن النواسخ كلها تدخل على الجملة الاسمية فتغير، يعني تنسخ النسخ بمعنى التغيير والإزالة، فتغير يعني في إعراب المبتدأ والخبر. فالنواسخ يعني كلها هي عبارة عن أدوات تدخل على الجملة الاسمية فتغير فيها من النسخ الذي هو التغيير والإزالة. فمر بنا ان يعني ان كان واخواتها عندما تدخل على الجمله الاسميه ترفع المبتدا وتنصب الخبر، ماشي. ان تنصب المبتدا وترفع الخبر، ظن واخواتها تنصب المبتدا والخبر جميعا، ويسمى المبتدا مفعولا اول والخبر مفعولا ثاني. يعني المبتدا يسمى مفعولا اول لظن، والخبر يسمى مفعولا ثانيا لإيه؟ لظن. فإذا قلت يعني في جملة زيد قائم، نجرب ندخل عليها كان، وندخل عليها إن، وندخل عليها ظن. زيد قائم، إذا أدخلت كان تقول إيه؟ كان زيد قائما. إذا أدخلنا إن قل إن زيدا قائم. إذا أدخلت ظن، ظنت لابد ان تدخلها مع فاعله، يعني تدخلها مع فاعله، تقول ايه ظننت، او ظن زي ظن عمرو زيدا قائما، يعني تدخل ظن مع فاعلها، يعني ظن واخواتها تدخلها مع فاعلها على الجمله التي فيها ايه مبتدا وخبر، فتنصب المبتدا ويسمى مفعولا اول، وتنصب الخبر ويسمى مفعولا ثانيا. اذا ظن واخواتها هي افعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، يعني دائما إذا نظرت إلى المفعول الأول والثاني لظن أو أخواتها تجد أنهما يصلحان جملة اسمية فيها مبتدأ وخبره. فتقول ظننت زيدا قائما، ظننت زيدا قائما، أو ظن عمرو زيدا قائما.
فقال فظن تنصب جزء أي جملة نسخ، نسخ يعني تغير عما كان عليه، يعني الجزئان تغير عما كان عليه، فتنسخ المبتدأ تغيره عن رفعه فتجعله منصوبا، وتنسخ الخبر فتجعله منصوبا أيضا. وضم لها أم وضم لها أمثالها وسلي، يعني ضم ممكن نقول فعل أمر هنا، يعني ضم أنت لها أمثالها، ضم إلى ظن أمثالها، وسل يعني العارفين بأمثالها وأنواعها وأقسامها. طيب ثم ضرب أمثلة هنا، قال مثاله ظن زيد خالدا ثقة. نقول ظن فعل ماضي ناسخ، زيد فاعل، فعل ايه؟ ظن مرفوع، خالدا مفعول اول لظن منصوب، وثقة مفعول ثان ايه لظن منصوب. وكان اصل الجملة خالد ثقة مبتدأ وخبره، فهي دخلت ظن وفاعلها على المبتدأ وخبره فتحولا الى مفعولين اول وثاني. وقد رأى الناس عمرا واسع الأمد، كان أصل الجملة عمر واسع الأمد، عمر مبتدأ واسع خبر والأمد مضاف إليه. لما أدخلت رأى وهي من أخوات ظن قلت وقد رأى الناس، قد حرف تحقيق، رأى فعل ماض، الناس فاعل، وبعدين عمرا مفعول أول لرأى، واسع مفعول ثان لرأى، والأمل مضاف إليه. لاحظ مفعولين، وعمرا واسعة كان أصلهما المبتدأ والخبر فتحول إلى مفعولين منصوبين. قال وتلك ستة أبواب سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. قال وتلك ستة أبواب، يعني تلك التي ذكرها، ستة أبواب من أبواب المرفوعات. مر بنا أن المرفوعات من الأسماء سبعة، صحيح؟ فقال وتلك إشارة إلى الأقسام الستة أو التي مر ذكرها من مرفوعات الأسماء. ما هي الستة التي ذكرناها من مرفوعات الأسماء؟ ذكرناها الفاعل، الفاعل المبتدأ والخبر واسم كان وخبر إيه؟ إن. هذا المشار إليه بقوله وتلك ستة أبواب سأتبعها، يتبعها بالتوابع، يعني فقد سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. فتابع المرفوع، هذا هو الباب السابع والأخير من أبواب مرفوعات الأسماء، وهو التابع للمرفوع. فهو أربعة أنواع: النعت والعطف والتوكيد والبدل. فأول نوع النعت، وهو التابع المشتق، التابع المشتق الموضح لمتبوعه أو المخصص لمتبوعه، فهذا هو الايه النعت، ويقال له أيضا ايه الصفة. النعت مثاله مثل له، يعني تلاحظون هنا المثال الذي مثله، قال كزيد العدل قد وافى وخادمه أبو الضيا نفسه من غير ما مهلي. فجمع هنا إيه؟ أنواع التوابع. فقال كزيد، زيد إيه مبتدأ مرفوع، وبعدين أتى له إيه بتوابع، قال العدل، فالعدل نعت إيه زيد مرفوع علامة رفعه الضمة. وبعدين قال قد وافى، قد وافى هذا الخبر، يعني زيد مبتدأ فأخبر عنه قد وافى، قد حرف تحقيق، وافى فعل ماض مبني على فتح مقدر، يعني لأنه يكون آخره ألف مقصورة فالفتح يكون مقدر. قد وافى وخادمه، الواو حرف عطف وخادمه معطوف على على زيد، خادم مضاف والهاء مضاف إليه. وبعدين قال أبو الضياء، أبو الضياء هذا بدل، هذا بدل، نعم، فالبدل هذا من إيه؟
هو التابع المقصود بالحكم بلا واسطة. التابع المقصود بالحكم بلا واسطة، هذا يقال له البدل. وعندنا بدل كل، وبدل بعض، وبدل اشتمال، وبدل غلط. بدل كل من كل، وبدل بعض من كل، وبدل اشتمال، وبدل الغلط. فمثلا هنا يعني في قولك أبو الضياء، أبو الضياء هذا بدل كل من كل، هذا بدل كل من كل، يعني أبو الضياء هو كل زيد، صحيح؟ لكن إذا قلت مثلا هي أكلت الرغيف نصفه أو ربعه، هذا بدل بعض من كل، بدل بعض من كل، أو الرغيف نصفه أو ثلثه أو بعضه، يبقى هذا بدل بعض من كل. وعندنا بدل اشتمال، بدل اشتمال يعني تكون هي يعني صفة أو شيئا هي من لوازمه، فتبدلها من يعني تبدل من الشيء وصفا له أو شيئا من لوازمه، كقول مثلا أعجبني زيد علمه، أو أعجبني زيد ثوبه، يعني شيء من مقتنيات، يعني أعجبني زيد ثوبه، أو أعجبني زيد علمه، شيء من صفاته يعني الخلقية أو الخلقية، فهذا يكون بدل اشتمال. فعلمه بدل اشتمال من من زيد. نعم. وعندنا بدل الغلط، بدل الغلط يعني أن يقصد شيئا يسبق لسانه إلى غير ما أراد، فيصحح فيصحح الكلام، كمن أراد أن يقول تصدقت بدينار فأخطأ وقال تصدقت بدرهم، ثم تدارك نفسه فقال تصدقت بدرهم بدينار أو بدرهم دينار، قال تصدقت بدرهم دينار. أو مثلا أراد أن يقول حضر عمرو فسبق لسانه فقال حضر زيد عمرو، فعمرو هذا يسمى بدل غلط من زيد. فهنا قال أبو الضيا نفسه، نفسه هذا مثال للتوكيد، للتوكيد نعم، وهذا من أنواع التوابع، وهذا من أنواع التوابع. فقال سأتبعها بالنعت والعطف والتوكيد والبدل. طبعا يعني كل هذه الأنواع لها يعني تفصيل يعني أكبر، لكن المتن مختصر يعني، فنكتفي بالإشارة إليها إن شاء الله. هناك نوع آخر من أنواع التوابع، وهو عطف البيان، يعني العطف الذي يكون بحرف من الحروف، العطف الذي يكون بحرف من الحروف مثل الواو والفاء، وثم هذه حروف عطف، الواو لمطلق العطف، والفاء تفيد العطف مع الترتيب والفورية، وثم تفيد العطف مع الترتيب والتراخي، تقول حضر زيد وعم، أو زيد فعم، أو زيد ثم عم، تقول زيد وعم لا تفيد الترتيب عند الجمهور يعني أو الأكثر. كان يعني بعض النحاة وبعض الفقهاء يقولوا إن الواو تفيد الترتيب، الإمام الشافعي رحمه الله يرى أن الواو تفيد الترتيب، فلذلك يعني مثلا في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، يرى أن الواو هنا تفيد الترتيب، فيكون الترتيب واجبا في الوضوء. اختلف الفقهاء في حكم الترتيب في الوضوء، هل هو واجب أو مستحب؟ من ضمن أسباب الخلاف اختلافهم في معنى الواو، هل تفيد الترتيب أو لا تفيد. الجمهور على أن الواو لا تفيد الترتيب يعني، وإنما تفيد مطلقا العطف، لكن هذا لا يمنع أن بعض من يقول يعني الواو لا تفيد الترتيب، لكن يستدل بأدلة أخرى على الترتيب، يعني ليس لا تكون الآية دليلا عليه، ولكن يستدل بأدلة أخرى. فأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ مرتبا إلى آخره يعني. طيب فالفاء تقول مثلا حضر زيد فعم، يعني
عقبه مباشرة، تفيد الترتيب، وأنه جاء بعده مباشرة، إذا كنت حضر زيد ثم عمرو تفيد الترتيب أيضا، ولكن مع التراخي، يعني كان يكون حضور زيد ثم إيه بعده بساعة أو بعده بيوم أو بعده بأسبوع حضر عمرو، فيمكن أن يكون هناك زمن متراخي بين حضورهما. فالعطف الذي يكون بحرف من حروف العطف متوسطا بين التابع والمتبوع هذا يسمى عطف النسق، يقال له عطف النسق. وأما العطف الذي يكون بغير حرف هذا يقال له عطف البيان، عطف البيان. ويلاحظ أن عطف البيان يعني عطف البيان دائما يجوز إعرابه بدل كل من كل، يعني دائما عطف البيان يجوز إعرابه بدل كل من كل إلا في يعني استثناءات نادرة. يعني من ضمن الاستثناءات يعني كل ما جاز عطفه بدل كل من كل جاز أن يعرب عطف بيان والعكس، إلا عندما لا يمكن الاستغناء عن التابع أو لا يمكن الاستغناء عن المتبوع. يعني دائما نلاحظ في البدل أنه يمكن أن تضع أحدهما مكان الآخر ويتم الكلام، لكن إذا وجدت أنه في بعض الاستعمالات لا يمكن إحلال المتبوع مكان التابع، يعني لا يمكن الاستغناء عن المتبوع أو لا يمكن الاستغناء عن التابع، فهنا يكون يجب إعرابه عطف بيان، لا يصح إعرابه بدلا. فمثلا مثال ذلك تقول هند جاء زيد أخوها، هند جاء زيد أخوها، فأخوها هنا عطف بيان على على زيد. لماذا لم نعربه بدل كل من كل من زيد؟ قالوا لأنه لا يمكن الاستغناء عنه، لو كان يعني البدل يمكن الاستغناء عن أحدهما والآخر يقوم مقامه. يعني تلاحظون في المثال الذي قال أبو الضياء، يعني زيد أبو الضياء قد وافى، فإذا قلت زيد قد وافى أو أبو الضياء قد وافى الكلام يستقيم يعني بهذا أو هذا. لكن إذا قلت مثلا هند جاء زيد أخوها، فإذا حذفت أخوها تصبح العبارة هند جاء زيد، هل يتم الكلام هكذا؟ لا يتم. فإذا هي أخوها هذا لابد منه، يعني لا يمكن الاستغناء عنه، فهنا نعربه عطف بيان لا نعربه بدل كل من كل. كذلك بعد حرف النداء إذا قلت يا زيد الحارث، يا زيد الحارث، فهنا لا يصح أن تحذف المنادى اللي هو زيد، لأن التابع اللي هو الحارث معرف بأل، وحرف النداء لا يدخل على المعرف بأل، فلا يمكن أن يحل محله. فهذا نعربه عطف بيان، نقول يا زيد الحارث، الحارث عطف بيان لزيد، وليس وليس بدل كل من كل من زيد، لأنه لا يمكن أن يحل محله، يعني لا يمكن أن تحذف زيدا ويحل محله. لماذا لا يحل محله؟ لأنه معرف بأل، وفي حرف النداء يعني لا يصح أن تقول يا الرجل، يعني هذا تعبير غير صحيح لغة، استعملوا في بعض اللهجات العامية يا الطيب يا كذا، لكنه ليس يعني فصيحا لغة، يعني غير صحيح. إذا أردت أن تدخل حرف النداء تحذف أل، فإذا الحارث لا يصح أن تحل محل زيد لكونها معرفة بأل، فهنا نعربه عطف بيان. لكن الأصل نعم، يعني لازم يكون هناك نكرة يعني. لا، هو زيد معرفة ولكنه معرف بالعالمية يعني وليس بالأل، معرف بالعالمية وليس بالأل. فالكلام على أل خاصة، يعني دخل عليه أل، يعني ما تجتمعش أل، لا تجتمع مع حرف النداء. وعطف البيان يعني هو يوضح متبوعه، إن كان المتبوع معرفة تقول أقسم بالله أبو حفص عمر، فعمر هنا يوضح المتبوع الذي هو أبو حفص، ويخصصه إن كان نكرة
تقول اشتريت حليا سوارا، فهي تخصص المتبوع إذا كان المتبوع نكرة فعطف البيان يخصصه، وإذا كان المتبوع معرفة فعطف البيان يوضحه. فإذا الخلاصة هنا أن التوابع للمرفوع تكون مرفوعة، وهذا هو القسم السابع من أقسام مرفوعات الأسماء. نقف هنا اليوم إن شاء الله. إن شاء الله في الدرس القادم نختم الكتاب بإذن الله تعالى من الأحد القادم إن شاء الله في مثل هذا الوقت، نأخذ البابين الرابع والخامس ونختم بهم الكتاب ونوزع الشهادات. عشان حسب ما فهمت أن بدل كل من كل يجوز أن يعرب عطف بيان، ولكن إذا كان عطف بيان ونقص التابع أو المدفوع أو لا يستقيم نحذف التابع أو المدفوع لا يمكن استغناء عنه، فيكون فقط عطف بيان من غيره. طيب يا شيخنا، بالنسبة لمثلا عمرو بن العاص، ابن هنا يكون بدل كل من كل؟ أحسن نسميه الموصوف بابن، ابن التي تأتي أحسن نسميه على نسميه الموصوف بابن، على الموصوف بابن. جزاك الله خير.